فصيل في المرج محافظة القاهرة. نزلت علشان خاطر مينا. في الحقيقة يمكن صعبة قوي، شاب في بداية حياته، اتخرج من كلية التمريض، عايز يجري بقى ويبني حياة ومستقبل. جه من مينيا على إعلان مكتوب فيه احنا محتاجين ممرض منزلي. كان أول من قدم هو، ساب أهله وناسه وجاي علشان يبتدي خطواته ويشق حاله في الدنيا ويجري. دخل اتفاجئ بعصابة وإن الإعلان ده كمين. احتجزوه، بعد ما احتجزوه اتقفل موبايله، فضل أهله يدوروا عليه. اتوصلت مع العصابة دي مع أهله، احنا عايزين فدية لمينا 120,000 جنيه، لإما مش هتشوفوه تاني. أمر صعب، جريوا شمال ويمين علشان ينفذوا ويشوفوا ده بيحصل ليه. اتفاجئوا بابنهم جثة متقطع ومرمي، واستلموا ابنهم كده. يعني أنا مش عارفة أكمل لكم الحكاية، تعالوا نعزي أهل مينا ونسمع منهم الحكاية بأدق التفاصيل على صدى البلدتهم.